السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين ومشتركين المحتملين الجدد. ونواصل مواضعنا في مجال القانون، وخاصة فيما يتعلق بالنظام القانوني للتاجر، وقد تكلمنا في الحصص السالفة عن الإقرارات المتعلقة بالحصيلة والدخول ورقم الأعمال، وقد رأينا خاصة بالضبط الإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة على الشركات وبرقم الأعمال. والآن غنشوفوا الإقرار السنوي بمجموع الدخل بالنسبة للدخول المهنية، وهي دائما مرتبطة بالإقرارات المتعلقة بالحصيلة والدخول ورقم الأعمال. بالنسبة للإقرار السنوي بمجموع الدخل بالنسبة للدخول المهنية، يجب على الخاضعين للضريبة على الدخل أن يوجهوا في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، أو يسلموا مقابل وصل إلى مفتش الضرائب التابع له موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية إقرارا بمجموع دخلهم خلال السنة السابقة، يحرر فيه أو وفق مطبوع النموذج تعده الإدارة، وذلك قبل فاتح مارس بالنسبة لأصحاب الدخول المهنية المحددة حسب نظام الربح الجزافي، أو قبل فاتح أبريل من كل سنة بالنسبة لأصحاب الدخول المهنية الخاضعة لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض، ولا بأس أن نعيد أهم العناصر التي طرقناها في هذا الموضوع اللي كانت تحت عنوان الإقرار السنوي بمجموع الدخل بالنسبة للدخول المهنية، وهو متعلق بالإقرارات المتعلقة بالحصيلة والدخول ورقم الأعمال المرتبطة بالنظام القانوني للتاجر. وقلنا يجب على الخاضعين للضريبة على الدخل أن يوجهوا في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، أو يسلموا مقابل وصل إلى مفتش الضرائب التابع له موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية إقرارا بمجموع دخل خلال السنة السابقة يحرر فيه في أو وفق مطبوع النموذج تعده الإدارة، وذلك قبل فاتح مارس بالنسبة لأصحاب الدخول المهنية المحددة حسب نظام الربح الجزافي، أو قبل فاتح أبريل من كل سنة بالنسبة لأصحاب الدخول المهنية الخاضع للنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، مع التنبيه إلى إعادة الحصة أو العرض في قناة يوتيوب جعفر تغزي. بالله التوفيق، دمتم في رعاية الله وحفظه.